يقول: ما حكم الذهاب إلى الأصنام وزيارة الأماكن التي توضع فيها في بعض الدول الإسلامية؟ لا يجوز الذهاب إلى الأصنام، لا يجوز السفر إليها والذهاب إليها أبدا، لأن هذا يخاف على الإنسان أنه يفتن، يفتتن بها، يبتعد عنها ويبغضها، كيف يروح لها وهو يبغضها يكفر بها؟ نعم. والواجب أن الأصنام تتلف ولا تبقى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة حطم الأصنام وأرسل إلى الأصنام التي خارج مكة من يهدمها، إلى اللات، إلى العزة، إلى منات، أرسل إليها من يهدمها. رسول تلفها، فلا يجوز إبقاؤها ويقال هذه آثار، لا، ما يجوز هذا. نعم.